إلى صفحة متفرقة سريعة. رسالة كاتبة فرانسيس كريك يلي شارك باكتشاف الحمض النووي من المتوقع أنه تنباع بمزيد علني رح يصير بمبلغ 2 مليون دولار. كريك وجيمس واتسون اكتشفوا الدي ان اي سوا، هنا عم بيعملوا أبحاث بجامعة كامبريدج عام 1953 وحصلوا على جائزة نوبل بالطب عام 1962 لهالاكتشاف العظيم. كريك بالرسالة يلي موجهة كانت لابنه بوقتها وصف الاكتشاف والشعور يلي كان عم بخالجه. أطلت كيت دوكة كامبريدج بمعطف أحمر من دار أرماني وانضمت لزوجها الأمير ويليام ووالده الأمير تشارلز ليعملوا جولة بعدة مراكز بسكوتلاند. هيدي هي المرة الثانية بس يلي بيعملوا فيها هالثلاثي جولة سوا. نعمل جولة على أخبار المشاهير. هالي بيري حامل، هالخبر أكدته عدة مواقع إلكترونية. الممثلة الجميلة البالغة من العمر 46 سنة بانتظار طفلها الأول من خطيبة أوليفيا مارتينيز، لكن هي عندها بنت عمرها 5 سنين من صديقة السابق. أما الممثل واسلي سنايبس يلي كان عم بيمضي من عام 2010 عقوبة بالسجن بعد إدانته بعدم دفع الضرائب أطلق أخيرا. ومننهي مع جايزي وبيونسي يلي جذبوا العيون بكوبا بما أنه كانوا عم يحتفلوا بعيد زواجهم الخامس.